مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من برنامج المنتصف في متابعة مستمرة لآخر الأخبار والأحداث الرياضية في ملاعبنا المحلية. البداية ومثل ما عودناكم مع أبرز وأهم العناوين. فيرا نويفا اتحادي حتى 2020 والمولد يقترب من التجديد. ووسط جملة من التغييرات الإدارية والفنية، النصر يستعد للظهور بهوية البطل. الهلال يخسر بن شرقي والعابد يغادر إلى باريس. الأهلي متمسك بفتفة ويتجه لتعزيز الدفاعات قريبا. حياكم الله من جديد. اليوم ممكن يكون الحدث الأهم داخل البيت الاتحادي هو التوقيع مع فيلانوفا. ما في شك أنها يعني هذا التوقيع وهذه الخطوة هي توجيه رسالة مهمة للجماهير الاتحادية أنه ناديهم خير وأن وقوفهم يعني مع النادي خلال الفترة الماضية عبر مبادرة ادعم ناديك ساهمت بالتجديد مع اللاعب. التوقيع أكيد يعني تعتبر من الخطوات المهمة لإدارة حمد الصنيع، يعني لاعب مميز ويملك مواصفات اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى أنه هذا اللاعب بحسب وكيل أعماله قال متلقى كثير من العروض، وهذا الموضوع يصعب أيضا مهمة التجديد مع اللاعب. لكن الرغبة في النهاية بالبقاء في البيت الاتحادي قطعت الطريق على كثير من الأندية اللي حاولت خلال الفترة الماضية يعني مثلا التوقيع مع اللاعب أو انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية. اتحاد خلص، فيلانوفا قال أنا أبغى نادي الاتحاد ونادي الاتحاد يبغى فيلانوفا، فمبروك لنادي الاتحاد. أكيد اليوم نشوف الفريق الاتحادي أو النادي بشكل عام يسير بالطريق الصحيح. نتمنى إن شاء الله لكل أنديتنا التوفيق، خصوصا الأندية اللي لها ثقل يعني اللي تغير كثير في موازين الدوري وفي موازين المنافسة. راح نتكلم كثير من المواضيع والملفات والقضايا المهمة في هذه الحلقة، لكن خلونا في البداية نرحب بضيوفنا. نقول مساء الخير لخالد الغانم الإعلامي الرياضي المعروف، حياك الله يا أبو عبد العزيز. أهلا وسهلا فيكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات وجميع الزملاء. الله يحييك. أيضا معنا من جدة عبد الله فلاتة، أيضا الناقد في برنامج المنتصف. على ما يجهز عبد الله فلاتة نروح لزميلتنا منار اللي معها أخبار المنتصف اليوم وكثير من الأحداث كذا والحراك الرياضي. مساء الخير يا منار. مساء الورد عبد الله. وش فيه اليوم عندنا؟ طبعا الخبر الأهم أكيد اللي قلته اللي يخص أو راح يفرح جماهير الاتحاد اللي يخص فيلانوفا، وخبري الثاني عاد راح يحزن شوي عاد الهلاليين بإصابة موضوع بن شرقي. ها أيوة خلاص ننتقل الحين الأخبار. يلا قول بسم الله. يلا أهلا فيك. الخبر الأول، فيلانوفا اتحادي حتى 2020. أكملت إدارة نادي الاتحاد اليوم تجديد عقد المحترف التشيلي كارلوس فيلانوفا، وبذلك راح يستمر اللاعب مع الفريق الاتحادي لموسمين مقبلين. وكشف حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد أن اللاعب التشيلي وقع على تجديد عقده دون أي شروط. الإدارة الاتحادية استفادت من دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في تجديد عقد الصانع الألعاب المتميز فيلانوفا. الخبر الثاني، وقلنا راح يزعل الهلاليين، العابد يغادر إلى باريس وخريبين يغيب عن الهلال. غادر نواف العابد لاعب الهلال إلى باريس للقاء الطبيب الفرنسي المشرف على حالته،
وذلك لإجراء عملية في موضع إصابته بالعضلة الضامة، ويتوقع غياب يتوقع غياب اللاعب عن الملاعب لمدة شهر. من جهة أخرى، أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لعمر خريبين تعرضه لتمزق في أربطة كاحل القدم، وراح يضطر أثر على هذا الموضوع أنه يتأخر أو يحتاج إلى فترة علاج مدة شهر. أما الخبر الثالث فهو يخص الفتح والقادسية، يودعون اليعقوبي ومثناني. أعلن نادي الفتح اليوم فسخ العقد مع المدافع التونسي محمد اليعقوبي بالتراضي بين الطرفين، وذكرت إدارة الاتحاد أو إدارة الفتح أنها ستقوم بالتعاقد مع لاعب بديل خلال الفترة المقبلة. كما أعارت إدارة القادسية لاعبها التونسي محمد مثناني إلى النجم الساحلي. وأخيراً جاءت الموافقة على الإراء أو الإعارة بناء على طلب اللاعب بسبب ظروفه الأسرية. خبرنا الرابع إلى الأهلي، ينوي التعاقد مع أجنبيين ويتمسك بفيفتا. أكدت إدارة النادي الأهلي نيتها في التعاقد مع لاعبين محترفين، وذلك في خانة قلب الدفاع وآخر لاعب محور أو محور خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأشارت تقارير إعلامية أن حاجة الفريق لخانة المحور وقلب الدفاع جاءت بحسب رغبة الجهاز الفني. إدارة الأهلي جددت ثقتها في اليوناني فيفتا، مشيرة إلى وجوب تطوير أو توظيفه بالصورة المثلى. خبرنا الأخير، أحد يتعاقد مع العماني محسن جوهر. أعلنت إدارة نادي أحد اليوم عن إنهاء التعاقد مع العماني محسن جوهر دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الفترة الشتوية. العماني محسن جوهر يلعب في مركز الوسط المهاجم ويبلغ من العمر 29 عام. اللاعب مثل منتخب عمان وتوج معه في كأس الخليج الأخير بالكويت. هذه كل أخباري يا عبد الله اليوم. جميل. الله يعافيك. شكرا جزيلا. إن شاء الله. طيب احنا بس ننوب الاستفتاء الخاص في برنامج المنتصف. كان السؤال المطروح يوم الأمس، ما هو أبرز حدث في الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي؟ ومع نهاية الاستفتاء حصل خيار كلاسيكو الهلال والاتحاد على نسبة 56% وهي النسبة الأعلى، وحصل خيار حضور العائلات على نسبة 31%، وحصل خيار تقدم الفيصلي في ترتيب الدوري على نسبة 13%. اليوم أيضا بإمكانكم المشاركة في الاستفتاء الخاص في برنامج المنتصف. السؤال المطروح، هل ترى أن مبادرة ادعم ناديك تعكس جماهيرية الأندية السعودية؟ الخيار الأول نعم تعكس ذلك، الخيار الثاني ليس لها أي علاقة، أما الخيار الثالث فهي مرتبطة بنتائج الفريق، أي أن جماهيرية الأندية لا تعني أو لا تعكس المبادرة. المشاركة في هذا الاستفتاء من خلال صفحة البرنامج المنتصف على التويتر، وإن شاء الله في الحلقة الجاية راح نعلن عن النتائج، حلقة بكرة حلقة الثلاثاء. طيب فيلانوفا اتحادي حتى 2020، رسالة واضحة أن الاتحاد بخير بدعم الرياضة، بدعم رئيس هيئة الرياضة، بدعم الجماهير، بالأجواء العامة في نادي الاتحاد أنها أجواء صحية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أنا أعتقد رسالة لكل الأندية، مش لجماهير الاتحاد زي ما قلت أنت قبل شيء. أنه قد ما تتعامل أنت مع لاعبينك وتوفر لهم البيئة الصحيحة الصحية والتعامل الراقي معهم، هاللاعب حيظل متماسك معك. يعني فيلانوفا يعرف الظروف المالية الصعبة اللي يمر فيها نادي الاتحاد ويستطيع أن يلعب في أي نادي سعودي وأي نادي خليجي، يعني ما يحتاج أن نبعد عن بعيد. وعلى فكرة فيلانوفا من الموسم الماضي، ها يعني مو شخص جاء وتفاجأ مثلا بالضبط. لا لا، هو عارف كل شيء، فعارف كل الوضع، ومع هذا مقدر هذا الأمر ويلعب كأنه واحد من لاعبين الاتحاد. هذه الرسالة لكل إدارات الأندية، أنه يجب التعامل مع اللاعبين بالشكل المطلوب الصحيح اللي يخلي اللاعب قوي انتمائه للنادي وللفريق. احنا كلنا شفنا روح الاتحاد اللي لعبوا فيها قدام الهلال، علما بانه ما هم يعني الهلال هو منافس على البطوله، الاتحاد بعيد جدا عن البطوله، ومع ذلك الروح اللي حضرت فيلانوفا من اميز اللاعبين الاجانب الموجودين، ومع هذا اصر على انه يستمر في نادي الاتحاد لانه يرى ان البيئه صحيحه والبيئه جاذبه. يجب انه فعلا نتعامل مع كل اللاعبين سواء السعوديين او غير السعوديين بما يليق، بما اللي يخلينا يعني يحافظون معنا ويستمروا معنا في
في أحلك الظروف وأصعب الظروف. فيلانوفا بصراحة من المكسب مو بس من الاتحاد، المكسب حتى للدوري السعودي. لاعب ممتع من العينات اللي احنا دائما نطالب فيها أنه لابد يكون لاعبين الأجانب على مستوى راقي يطور لاعبين السعوديين معاه. صحيح. فيلانوفا يعني قليل من مشاكل حقته، ما نسمع يعني صار هذا سنتين تقريبا في النادي وكروته قليلة، لعبه ممتع يعني قمة في الأخلاق، أخلاق رياضية، يعني جميع المواصفات اللاعب المميز تلقاها في هذا اللاعب صراحة. صحيح. ممتع، نعم ممتع زي ما قلت أنت، يعني من اللاعبين اللي لمسات البسيطة سهل الممتنع، عارف يعني وأنت تتفرج كذا تشوف مباراة للاتحاد تبغى الكرة تيجي عند فيلانوفا علشان نشوف كيف يستلم الكرة، كيف يسلم، كيف يمشي في الكرة، يعني لاعب سلس في الملعب، صاحب لمسة سحرية احنا نسميها. صحيح. يعني شوف يعني اعتقد انه لو عكاي لاعب غير عكايشي موجود في الاتحاد اعتقد كان تلقى له هدف. هذا حكاية ها؟ هلا عكايشي لوحده قصة. قصة سوى في مباراة الكلاسيكو؟ عطني سوى قول. سوى كل شيء غريب. تفاجأت انت في عكايشي؟ جدا صراحة. يعني كنا ماخذين عنه فكرة أفضل من كذا. لا احنا توقعنا، ما كان في يومه بذيك الدرجة، ما كان مركز عنده مشكلة، أنا ماني عارف شو القصة. يعني بالذات كرة فهد المولد كانت رايحة من نفسه جول وهو طلعها. كرتين أو ثلاث كور في دقيقة واحدة كان هو المرمى. كان يعني ما هو المهاجم العكايشي اللي كان توقعناه. أعتقد إنه الضوء سلط عليه، الاتحاد محتاج رأس حربة لكن ظروف الاتحاد ما تسمح بالتسجيل هذا الموسم. من الموسم القادم يجب على إدارة الاتحاد أن تبحث عن رأس حربة هداف مميز. فيلانوفا اي مهاجم معه ممكن يكون هداف، عكايشي ايش مو هداف؟ انا مستغرب هذا الشيء، عرفت؟ فانا اعتقد انه فيلانوفا يحتاج الى لاعب مع فهد المولد مع كهربا، لو كان في هداف مميز افضل من عكايشي كان نتائج الاتحاد اختلفت، كان هو اعتقد حيكون هداف الدوري. طيب لما يطلع وكيل اعمال اللاعب ويقول احنا جتنا عروض كثير لفيلانوفا وفيلانوفا فضل عرض نادي الاتحاد، هذا ايش يعطيك؟ يعطيني انه هو مرتاح نفسيا في البريك. طيب ما يجي للاعب كذا يقول انا ممكن اروح مثلا لاي نادي من الانديه المقدمه اللي هي مرتاحه ماليا وراح ادخل في الاجواء نفسها، يعني ايش الفرق؟ شوف عاده ولا الوضع في الاتحاد مختلف؟ لا شوف الاتحاد له روح مختلفه صراحه. ايوه يعني اجواء الاتحاد، اي لاعب احترف في الاتحاد بالذات من برا السعوديه يقول لك في الاتحاد في جاذب عجيب، شيء غريب. جمهور جمهور ممتع، جمهور يطربك انت كلاعب. يعني انا في نقاش كنت مع اللاعب الكويتي المحور الان موجود فهد الانصاري فيقول بصراحه انا حسيت انه انا ولد الاتحاد، حسيت انه انا ترعرعت في هذا النادي، مو اول شهرين، كان الكلام كان له شهرين جاي من الكويت. اي صحيح. فيقول بصراحه على طول الاجواء والبيئه الموجوده مع جماهير الاتحاد تخلي اللاعب يلعب بروح عجيبه. فيلانوفا من اللاعبين اللي يستمتع بهذا طيب الروح، هذا الطرف. خلنا نروح لعبد الله فلاته في جده الناقد في برنامج المنتصف ونقول مساك الله بالخير يا ابو احمد. مساء النور والسرور ابو ابراهيم والزميل خالد الغانم لو وحشه. تسلم مشاهدين جميعا. يعني متكبر شوي علينا، ها نكلمه يا ابو عبد العزيز الحلقه الاثنين؟ لا والله انا ما اقدر. نكلمه السبت؟ لا والله انا عندي ظروف. أكيد عنده ظروف. إيه؟ أكيد عنده ظروف. طالما قال عنده ظروف عليكم. عنده. هذا برنامج غالي علي. وأنت غالي علينا أبو عبد العزيز. طيب أبو أحمد، إحنا نستعرض قبل شوي حديث وكيل أعمال اللاعب قال إنه اللاعب تلقى كثير من العروض كانت من أندية سعودية وحتى من أندية خارج السعودية، واللاعب فضل البقاء في نادي الاتحاد بالرغم من الوضع اللي إحنا شايفينه في نادي الاتحاد خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية، واللاعب ما هو جديد على الأجواء إلا أنه فضل أنه يبقى في نادي الاتحاد. أنا ممكن على المستوى الشخصي ما ألوم اللاعب لما يقول أنا أبغى في نادي الاتحاد، لأنه إحنا نعرف نادي الاتحاد ونعرف الأجواء فيه. ترى فيلانوفا مش أول لاعب، ها في لعيبة كثير لما مشوا نادي الاتحاد قال عشنا أفضل أيامنا في هذا النادي، جمهور، شخصيات صراحة مميزة تتعامل معها، كاريزما وشخصية النادي هي شخصية بطل. يعني الاتحاد من الأندية اللي يعني استثنائية في كل شيء، في روح اللاعبين، في طريقة تعاملها مع بعض المنعطفات الخطيرة في مسيرة النادي، وما زال النادي احنا مثل ما احنا شايفينه منافس وقوي في الدوري السعودي. وانت تعرف ابو احمد لو اي نادي في المملكة تعرض للي تعرض له نادي الاتحاد نشوفه اليوم ينافس في دوري الدرجة الاولى، هذا الكلام صح ولا لا؟ بالتأكيد صحيح. وانت يعني انا اعزز كلامك، بهجة لعب لأكثر من نادي وسيرجو لعب لأكثر من نادي وريفاس شايفين علاقته مع الاتحاد، يعني لعب ما أكثر من نادي يبقى ارتباطه الصراحة بنادي الاتحاد. هذه يعني حاصلة
يمكن حقيقة تفاعل المدرج وروح المدرج الاتحادي مع اللاعبين. يعني زي ما الآن الزميل كتكلم عن عكاشي، زي ما في حملة على عكاشي في ناس واقفة معاه يعني بطريقة خيال الآن بتحاول تخرجه. ترى أنا يمكن انتقدت المباراة الحلقة الماضية عكاشي، جايين لعكاشي خلي جايين له أبو أحمد، بس خلينا في فرنوفا أنا بجي الآن. طيب أوكي ايه؟ ما هي مشكلة، أنا أقصد إنه في حلقة كده ما بين اللاعب والمدرج حقيقة تلمسها يعني بكل وضوح. المدرج لما يعتب على اللاعب، وسبق قلت هنا في البرنامج ترى اللاعبين اللي فيه مشاكل معينة في عدم انضباط، أتكلم بالحق بالحد المعقول والمنطق، حطوا أمام جمهور الاتحاد، جمهور الاتحاد كفيل بتصحيح الأوضاع. صحيح. كهربا كانت فيه ردة فعل من الجماهير، لو إني أنا ماني مع اللي قالوا إنه قال كاس ماضي ومدري، ردة فعل حركت كهربا المباراة اللي بعدها شفناه في وضع أفضل. الآن في وقفة صادقة مع اللاعب، فلنوفا أصبح محبوب لدى جماهير الاتحاد. صحيح. اليوم هو يوقع وهو يشيل الجوال ويعمل السيلفي، هو فرحان بالتوقيع. فيعني نادي الاتحاد بالفعل كلامك صحيح، وضع استثنائي بكل ما تعني الكلمة، وتفاعل من اللاعبين، وهذا أمر ليس غريب في لنوفا وغير في لنوفا. صحيح. في لقطة يا شباب في طاقم التحرير، في لقطة لفيلانوفا مع اللاعبين بعد التوقيع، بعد ما خلص المؤتمر، جاهزة قبل أحمد عكاشي، كيف أروح لأحمد عكاشي ثم أرجع لفيلانوفا صح؟ أعطونا اللقطة، جهزونا اللقطة عشان نطلع عليها نشوفها وبعدين نطلع لأحمد عكاشي. طيب أبو أحمد، رسالة واضحة ها، يعني التوقيع مع فيلانوفا للجماهير الاتحاد بأنه دعمكم خلال الفترة الماضية في مبادرة ادعم ناديك انعكست مباشرة على أهم صفقات الفريق في هذا الموسم. بالتأكيد، لكن يجب أن نكون منصفين وننصف هيئة الرياضة، مولت ودعمت إلى جانب دعم جماهير نادي الاتحاد. التغريدة اللي أطلقها قبل يومين معالي رئيس هيئة الرياضة هي كعادته قول وفعل. خلال ساعات جانا نادي الاتحاد التوقيع مع فيلانوفا، وأكد أنه نادي الاتحاد حيوقع الأسبوع الجاي مع فهد المولد، والأمر محسوم بمشيئة الله. ونادي الاتحاد، وهذه معلومة أنا أقولها في البرنامج، توصل مؤخرا بالاتفاق مع اللاعب تراوسي وحل المعضلة اللي اللاعب كان رافض. هذا بتمويل وبدعم من هيئة الرياضة الصراحة، اللي قاعدة تدعم كل الأندية السعودية. صحيح. والبعض اللي كان يقول للأهلي أخذ 95 والهلال 55 وإحنا أحوج، ترى هيئة الرياضة بتحل وتدير كل الأزمات في الرياضة. صحيح. السعودية. كلام سليم. لا بس ترى بتدعم الأندية. صحيح. هي بتحل مشاكل تراكمية للرئاسة السابقة لرعاية الشباب، ما كانت بتمارس دورها الرقابي بشكل جيد في فترات سابقة. صحيح. الآن مو رقابي وحل، أنا أمنعك من أنك تخطأ وفي نفس الوقت أخطأك السابقة أحل لك هي. خليني بس أستشهد لك مثال باختصار أبو أحمد. أيام مانسو وقضية مانسو الحلوة. أيوة. اللي طلعنا الدكتور صالح بن ناصر أمسيه بكل خير وقال أنه الهيئة تتحمل ومش عارف إيه، ولا تحملت ولا ما تحملت. نادي الاتحاد دفع الفلوس ونادي الاتحاد عوقب، ولما سئل الدكتور صالح بن ناصر قال أنا نسيت الكلام. الآن ما في كده، لا هي الرياضة انتهى. صحيح. تحل لك المشكلة وتدفع لك، تدفع للاتحاد، تدفع للأهلي، للهلال، للنصر، للوحدة. الوحدة عندها مشكلة، دفعت للوحدة. طيب. لكل نجران أدفع النجران، كل الأندية السعودية. خلينا يا أبو أحمد نشوف لقطة اليوم في لنوفا بعد تجديد العقد مع لاعبي فريق الاتحاد. طيب هذه الأجواء بصراحة اللي أعطت فيلانوفا الرغبة في البقاء في نادي الاتحاد، يعني شفنا اللاعبة كلهم فرحين ببقاء لاعب يعتبر من أبرز اللاعبين اليوم في صفوف نادي الاتحاد، وأبرز اللاعبين أيضا في الدوري السعودي. يعني هذول اللاعبين اللي احنا مثل ما قلنا في الحلقة حنا بحاجتهم، احنا ما احنا بحاجة لاعب يجي يجلس في دكة الاحتياط. صحيح صحيح. يروح نص الموسم ما اللاعب هذا كويس، لا والله مو كويس، لا له لمسة حلوة، لا ترى يلعب كويس في الهجوم، ها لا يلعب في الوسط. حنا ما احنا بحاجة لاعب جالس يجرب صراحة في الدوري السعودي، حنا بحاجة لاعب زي فيلانوفا، لاعب على مستوى لمسته مثل ما قلنا احنا لمسه حلوه في الملعب وغير كثير يعني في
في طريقة حتى الاتحاد في طريقة طريقة اللعب. اليوم أيضا وجه التونسي أحمد العكايشي رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مبديا أسفه والاعتذار عن التفريط بنقاط مباراة الهلال في دوري المحترفين، وأشار إلى تحسره على ضياع الفوز في الكلاسيكو، وقال أنه يعني لا يقل عن حزن الجماهير، وأكد أنه هذا الشعور بالانتماء للكيان الاتحادي هو من دفع عكايشي إلى أن يعد الجماهير بإسعادهم ومشاركة الفرحة معهم في المباراة الجاية. يعني اعتذار صراحة في وقته من أحمد عكايشي، حس أنه يعني كثرها شوي في المباراة. لا المباراة كان كثرها زيادة مرة، زودها. لا لكن صراحة أنا أعتبره شجاعة من اللاعب أنه طلع واعتذر بهذا الشيء. الأفضل أنه كمال لهذا الاعتذار أنه تكون اللي أنت وعدت فيه تطبقه على أرض الواقع، صحيح، تكمل مجهود زملائك. يعني أنت يعني عوض على اللي صار إيه؟ لما تلعب أنت مع المتصدر وجهود مجهود زملائك يوصلوا لك الكرة أنت للمرمى وضيعها، أنت قاعد تضيع مجهود فريق كامل. رأس الحربة ليش دائما إحنا نقول إنه هو اللي يشيل زبدة الفوز، ولكن برضه هو يضيع مجهود، يعني هو اللاعب اللي يترجم مجهود زملائه أو يضيعها. المطلوب منك أنت يا عكايشي المباريات القادمة إنه فعلا اعتذارك يكون على أرض الواقع بتسجيل أهداف لنادي الاتحاد وتحقيق الفوز مع زملائك يعني ليعود هذا النادي إلى مكانه الطبيعي بين الأربع الكبار. طيب أبو أحمد، ممكن هذا التصريح أو هذه التغريدة تمتص غضب المدرج الاتحادي اتجاه أحمد عكايشي؟ ممكن تديني أتوسع شوية في الكلام؟ ما عندي وقت ولا والله ودي يا أبو أحمد. لا ما عليه الموضوع. بالنسبة تمتص هي تمتص. حلو. أنا اللي بدي أقوله إنه في الاتحاد في إدارة قاعدة تخطط تخطيط افتقدناه في الاتحاد من سنين بكل أمانة. هذا العمل الممنتج اللي قاعد تعمله إدارة حمد الصنيع، قضايا تحلها، عكايشي يغرد، كهرباء يعتذر، ذو الاحتياجات الخاصة يحضر وقبله لاعب إلا بالكتاب يحضر، رئيس النادي يقبل على راسه موجود جنبه. هذا شغل اعطي وجه جميل لنادي الاتحاد، بل وجه جميل للرياضة عموما. خليني أوصل لنقطة أخرى، اختيارات رئيس هيئة الرياضة لرؤساء الأندية، أنظر الشواهد. أيوة. في الاتحاد تطور مضطرد في كل شيء، في الشباب الشباب زحف زحف غير طبيعي من ينافس في الهبوط، الشباب الآن شوفوا فين في المقدمة. في النصر من الجماهير، ما تقول مستحيل جماهير النصر في ده العدد، النصر 34,000، معناته هيئة الرياضة قاعدة تعمل بقيادة المستشار تركي آل الشيخ باستراتيجية وبخطط وبفكر وبمقياس ردة فعل الجماهير بأساليب عصرية. عشان كده الأندية دي كلها أنت اللي شايف التغييرات فيها تقدمت. الوحدة ترى صار فيها تغيير، الآن تتصدر دوري الدرجة الأولى. صحيح. كل الأمور يعني الصراحة أخذ أصداء ونجاحات عدة. صحيح. دينا قلنا الحكام، ليش كل الحكام جونا الحكام يعني الصراحة أسبوعين، وشوفنا أنه الحكام يحتاجوا تطوير حتى. صحيح. وإن كان حكام الأجانب يجيبوا كوارث محليا. صحيح. بالنسبة لعكايشي، بس خلينا نطالع في الجزء المليان. ليش أيوة. ما نقول الحبسي كان في قمة تألقه؟ أيوة. ليش ما نقول إنه الحبسي وجه رسالة؟ بس أنت من يومين كنت زعلان مرة على عكايشي، بعد كلامه شكله امتص الوضع، ها؟ حتى أنت تغير رأيك ولا؟ والله مو هذه لهجتك ولا هذه أسلوبك يوم السبت الماضي. أبو أحمد أنا من خرجت من عندك من الاستديو اتصلت على الأستاذ حمد الصنيع، قلت له بكل أمانة العكايشي يحتاج وقفة منكم معه. قال لي أنا كنت مجتمع معه، يعني بكل أمانة يعني. أيوة. هذه قناعتي أنا، حسيت يمكن إني قسيت. بس أنا عجبني الأسلوب، الطريقة اختلفت. السبت كان معنا عبد الله فلاته، في ربع ساعة قال اسم أحمد العكايشي 4 مرات، دليل إنه الرجل انفجر. ها طيب خلونا نشوف حمد الصنيع، أشار في حديث لوسائل الإعلام اليوم أنهم يسيرون أيضا في خط متوازي مع كل القضايا العالقة في النادي، وأن الاتحاد سيضع ثقله في مسابقة كأس الملك إلى جانب أيضا السعي نحو تحقيق مركز متقدم في الدوري السعودي. إذا
احنا ماسكين كل الملفات وبنحاول نمشي بخط متوازي مع كل القضايا اللي موجوده العالقه. كان في طلب للفيفا يعني ما كان في قبول، حنشوف ما بعد فتره التسجيل، لكن احنا حنركز مع المجموعه الموجوده اليوم. انا حتى لو تجي تفكر فيها بشكل كبير جدا، اليوم ايش الاضافه اللي ممكن تجيك الان وتاقلم مع الفريق وانت خلاص انت باقي لك شهرين او ثلاثه وانتهى الموسم؟ فالافضل انه احنا نركز على المجموعه الحاليه بشكل مناسب، نرفع الطاقات، نرفع التحفيزات، نرفع كل ما يمكن نقدمه خلال الفتره القادمه. حنركز على انه احنا نحاول نخطف مركز متقدم في الدوري ونضع كل ثقلنا ان شاء الله باذن الله في كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين، اللي ان شاء الله باذن الله انه على الاقل يكون نتيجه هديه لجماهير الاتحاد اللي صبرت كثير، واحنا متعودين على الجماهير ان هي تكون دائما وابدا تسند الاتحاد في كل ظروفه في كل اوجاعه وافراحه واحزانه. يعني انا اعتقد سر المفاوضات هذا خليه عندنا، لانه احنا ممكن نقنع اي لاعب باي مبلغ وباقل بكثير من عروض اخرى باسم الاتحاد. الاتحاد اسم كبير عنده جماهيريه كبيره، ما يقدمه اي نادي لاي لاعب لن يقدم ما يقدمه الاتحاد. يعني واضح من كلام رئيس نادي الاتحاد انه في الامور يعني مترتبه في النادي بشكل جيد وشكل ايجابي، وانه نادي الاتحاد يسير مثل ما قال بخطى ثابته، وهذا اللي يحتاجه نادي الاتحاد. احنا بحاجه يعني صراحه فكر مثل فكر حمد الصنيع في ادارات الانديه، واحنا جالسين نشوف اليوم صراحه حراك ممتاز في الانديه من خلال الرؤساء الجدد اللي تم تعيينهم او تم اختيارهم من الهيئه العامه للرياضه، او حتى يعني الجميع فيه الخير والبركه عشان ما حد يزعل علينا. بس طيب بدي نقفل موضوع نادي الاتحاد لان اخذنا فيه كثير وعندنا كثير من المواضيع. اليوم تاكد بشكل رسمي عدم امكانيه انضمام اللاعب اشرف بن شرقي لصفوف نادي الهلال بعد ان رفضت اداره الوداد المغربي العرض اللي تقدمت فيه الاداره الهلاليه في وقت سابق. الوداد اصدر بيان حسم فيه الامر برغبته باستقرار اللاعب والابتعاد عن الشائعات اللي ممكن تؤثر على مسيره اللاعب خلال الفتره الجايه، مقدمين شكرهم لاداره نادي الهلال. امر طبيعي انه اي صفقه ممكن تتم وممكن ما تتم هذه الصفقه، بس الشيء الغريب واللي صراحه يعكس عدم احترافيه نادي الوداد الا في حال انه صدر شيء توضيح لهذا الموضوع، في ورقه خرجت من نادي الهلال. احنا نعرف انه مثل هذه الاشياء تكون سريه بين الانديه. صحيح. شفنا اليوم نادي الوداد يعلن عن او يبث هذه الورقه الخاصه بالمفاوضات مع اللاعب. هذا الموضوع بصراحة بالنسبة لي أنا ما أدري عن ضيوف يمكن الحين أسمع رأهم، هذا الموضوع يعكس عدم احترافية النادي في التعامل مع الأندية الأخرى، وممكن الأندية الأخرى حتى مستقبلا ما تتعامل معك بهذه الطريقة. يعني أنت بحاجة الأندية ما هي مثل الأندية بحاجتك، صح هذا الكلام؟ صحيح. أعتقد هو لها مغزى في هذا، يعني ما عملت عبث انه احنا ودنا والله في هذا الموضوع، بس شوفوا الارقام. هو قاعد يوريك انه المبلغ قليل على اللاعب وانه جاي دفعات مش دفعه واحده. هم يرون انه حسب التصريحات اللي صدرت خلال الساعات اللي فاتت انه اللاعب يطمح للاحتراف في اوروبا، وهذا من حق اللاعب، اي لاعب من حقه يطمح وين. لكن هل جاك عروض فعليا جاده زي عرض او افضل من عرض نادي الهلال؟ هنا السؤال. بالنسبة للجزئية اللي أنت قلتها، نعم هذه عدم احترافية نهائية. يعني بصراحة أنا ما مر علي نهائي أي نادي يطلع بالعرض يعني المقدم لي. يعني أنا أعطيك عرضي تروح تبثه في هذا؟ يعني لا هذا شيء يعطي علامة استفهام كبيرة. بس بعد لازم إحنا نسمع نادي الهلال في هذا الموضوع، لازم نسمع تعليق في هذا الموضوع. لا صحيح من حق نادي. لا أتكلم على الوداد نفسه. لا أعتقد إنه كان في ضغوطات على نفس النادي أو على رئيس النادي، انه في ضغوطات وضحت انه هو عشان كذا طلع بالخطاب. يعني ما اعتقد انه طلع بالخطاب كذا، يعني لابد يكون لها هدف، واذا ما كان لها هدف معناته اللي طلع بالخبر صراحه حتى شخص مهني. حتى لو في هدف هذا يعكس برضو عدم احترافيه النادي. يعني مهما كانت الضغوط ومهما كانت الاهداف اللي عندك، ما تروح تبث مثلا خطاب بينك وبين النادي بهذه الطريقه. صحيح. كل التفاصيل. صحيح. خليني اسمع رايك ابو احمد في الموضوع. والله بالتاكيد أنا من يوم دخلت البرنامج وأنا مقتنع تماما بموضوع الخطابات. لأنه أنا في هذا اتصل لي أحد الزملاء في الجريدة بيقول لي كذا كذا وفي الخطابات، ما تعني الخطابات في شيء. وأنا استغرب من النادي الوداد يعمل دي الحركة، حركة غير احترافية وغير لائقة. المفاوضات بين الأندية تتم وتتم بسرية، في شيء ممكن يعلن بطريقة شفهية،
ما كنت محتاج ولا خسر لقط ولا نادي الهلال نفع عليك شيء ولا اكد عليك حاجه، ما هي محتاجه يعني. لاعبك تبغى ابقي لاعبك، من حقك انك تبقي لاعبك، لكن المزايدات وبهذه الطريقه صدقني المتضرر هو نادي الوداد، لانه العمليه حتصير يعني نظره لك، والنظره حتكون سلبيه. نعم. انك نادي لا تحترم المفاوضات وتعلنها على الملأ وتصدر خطابات وما بتحترم عملك اصلا. صحيح. وانا اتمنى انه حتى دي الاشياء يعني يكون لها تنظيم في الفيفا يعني. صحيح. اعتقد هي اسلوب من اساليب الضغط. انه الهدف منها انه هو يعرف الحماس الجماهيري عندنا وقديش قوه الجمهور الضغط. فاللاعب اللي بيضع الكره كل انديه إيه؟ تطلب، فهو يمكن نوع من انواع المزايده بانه رفض العرض، ولكن انه رفضي ترى عشان المبلغ قليل، انه يبغى الجمهور السعودي يضغط على النادي بانه اللاعب جيبوه حتى لو بزود من هذا المبلغ. نعم. اخوي خالد أيوة. زمن الضغط ولا في الرياضه وغيرها ما في. بالعكس انا ما حد يضغط علينا بالضبط. لا اي والله ما حد يضغط علينا. المشكله لا المشكله وضوح. هذا ارضنا تبا اهلا وسهلا بالضبط، تبا لما تبا في الرياضه وغير الرياضه بالضبط. هذا الصح، هذا المفروض كان من زمان يصير. انه انا هذا عرضي، ناسبك اهلا وسهلا، ما ناسبك الله يسر امرك. يعني ما في البلد الا هالولد مليان لاعبين موجود في العالم. نسمع تعليق من الهلال تتوقع في هذا الموضوع ولا يمكن يتجاهلون الهلاليين؟ والله انا اعتقد الانديه السعوديه كلها اكبر من هذه الحركه. طيب اليوم ايضا اعلنت هيئه الرياضه اعداد المشتركين في مبادره ادعم ناديك، ما زال الهلال في صداره القائمه، حيث كسب الهلال ايضا 34779 مشترك حتى الان، وجاء النصر في المرتبه الثانيه ب 33095 مشترك، وحل الاتحاد في المرتبة الثالثة ب 26840 مشترك، والنادي الأهلي رابعا ب 9329 مشترك، والشباب أيضا خامسا 2973 مشترك حتى الآن. طيب ال فيه واضح حراك يا أبو أحمد في النصر في هذه المبادرة، يعني شفنا الارتفاع واضح، شفنا ايضا الحراك كان واضح من الجماهير النصراويه خلال الساعات الماضيه او حتى الايام الماضيه، يعني اقترب كثير من الهلال. طبعا انت تتكلم كان النصر 6000 الان 34000، فاصل عن الهلال 2000، تجاوز الاتحاد، يعني حقيقه الحراك الاكبر لدى جماهير النصر. ها وجماهير الاهلي عادت، بس ما زالت العوده تحتاج تفاعل اكثر يليق بمسمى النادي الأهلي وجماهيرية النادي الأهلي. التنافس يعني ما يجب أنه يكون الثلاثة في الأول يعني بعيدين بفارق حوالي 18000 عن أو 17000 عن إلا في المركز الرابع، يفترض أنه يكون أقرب. الأهلي فوق 20 بأي حال من الأحوال وشعبيته أكثر، والهلال أكثر من كده، والنصر أكثر من كده. أكيد نتمنى أنه يكون في تفاعل، بس الحلقة الماضية إحنا تكلمنا والزميل سلطان بالتحديد كان يقول على التحفيز والتفاعل المشترك يحقق نتائج أكبر. إحنا وعدنا من هيئة الرياضة إنه في مبادرات جاية أكثر وحيكون لها صدى ويكون لها إيجابية. نعم. طيب أبو عبد العزيز، هذه الأرقام تعكس جماهيرية الأندية؟ يعني نقدر نقول اليوم إنه الهلال هو الأول جماهيريا، النصر هو الثاني، الاتحاد، ولا هذه ما لها دخل في بعض؟ هو الاستفتاء اليوم ها؟ إيه. استفتاء برنامجنا. شوف أنا وجهة نظري إنه هي تعتمد على النتائج أكثر. يعني لا يمكن احد يقدر يقتنع بانه الاهلي جماهيريته 9000. لا انا ما اقصد الرقم، لا انا اقصد عرفت انا اقصد إيه؟ لا انا اقصد بهذا الكم. طب نتائج الاهلي جيده، نتائج الاهلي لا موضوع الاهلي قبل اسبوعين قبل مباراه الباطن وظهور ايضا معالي المستشار في برنامج كوره كان 4000 ها إيه، لا في تصاعد بس ما هو تصاعد جماهيري. قبل البرنامج 6000 شويه، والنصر قبل وقت ما ترك الامير فيصل من تركي كان 13000 شويه، بعد كذا صعد وقت ما استلم سلمان الملك. لكن انا وجهه نظري الشخصيه ما زال الى الان جمهور النصر والهلال والاتحاد والاهلي بعيدين كل البعد عن الحراك اللي قاعده تسويه الهيئه ودعم لهذه الانديه بالذات، دعم كل الانديه ولكن هذه الانديه بالذات اللي هي عليها دائما التركيز انه انتم اللي حتشيلون انديتكم. انا اعتقد نصر وهلال واتحاد واهلي يجب أن لا يقل عن 200000. إلى الآن الرقم أنا شايفه بالنسبة لي شخصيا بعيد كليا. بالنسبة للنصر والهلال، الهلال متصدر الدوري، ينافس على كل البطولات. النصر الآن الإدارة تعمل جاهدة على تحقيق متطلعات الأندية، العمل اللي قاعد يسويه سلمان المالك والفريق اللي معه، الدعم اللي قاعد يأخذه من رئيس الهيئة لا يوازي أبدا
الرقم اللي حققه نادي النصر ولا حتى التصاعد حتى النمو انا بالنسبه لي مش مقنعني. طيب اليوم ايضا النصر توصل لاتفاق مع العماني سعد السيل الظهير الايمن. نعم. وهذا الاتفاق بنظام الاعاره ما في شك انها خطوه تحسب لاداره نادي النصر. لاعب يلعب بشكل كويس, احنا يمكن شفنا له لمسات حلوه وهو الابرز كان في بطوله الخليج, بس هذا يعطي بانه سلطان الغنام خلاص توقفت المفاوضات باعتبار انه اللاعب يلعب بنفس مكان سلطان بالضبط الغنام. ايه؟ شوف صرنا نفس الكلام اللي قلناه على الوداد الان نعيده على محليا على الفيصلي. الفيصلي طلع تصريح المدلج كان واضح قاعد يتكلم انه احنا نبغى مبلغ اكبر وشيء زي كذا. الان المبالغ اللي كنت تتكلم عليها وكانت موجوده انتهى خلاص انتهى. ما عاد فيه الان. انا بالنسبه للنادي هذا عرض يناسبك, اهلا وسهلا, ما ناسبك بديله موجود. حتى انا عجبني جدا الطرح والرد الاحترافي الراقي اللي من رئيس نادي النصر المكلف اللي هو الاستاذ سلمان المالك, قال انه هو واحد من الخيارات. قالوا انت اتفقتوا, قال رئيس نادي الفيصلي, قال انا اتكلم عن نفسي احنا الان هو واحد من الخيارات, وفعلا هو واحد من الخيارات. المبلغ اللي كان مطلوب فيه مبلغ كبير جدا مناسب مقارنه بالوضع الحالي. 8 مليون تقريبا 6 وشويه غير اللاعب, اتوقع انه ارتفع زياده صفر. ايه 8 مليون غير اللاعب للنادي غير اللاعب. لا يعني لازم تكون شوي واقعيين. اللاعب شوف اللاعب مميز ما اختلف عليه, لاعب مميز وله مستقبل كبير وشيء زي كذا, لكن لا تبالغ بالمبالغ هذه. الان البديل موجود, الان شو اسمه النظام الاتحاد السعودي لكرة القدم خلى اريحيه كبيره لدى الانديه. عندك 7 لاعبين غير المواليد, يعني عندك 8 تقدر تغير فيهم تضغط فيهم. اليوم لازم ادارات الانديه تتعامل بواقعيه واحترافيه. نعم. مبالغ 8 مليون 10 مليون 15 مليون هذه مبالغ خياليه انتهت. ها نعم. ما عاد فيه صحيح. يعني يمكن برضو السنه الجايه راح نشوف انخفاض اكثر من اللي جالسين نشوفه هذا الموسم. يعني الموضوع هذا انتهى. احنا لازم نعطي اللاعبين ايضا فرصه انهم يشاركون مع الانديه بشكل يطور مستواهم, لانه في النهايه خفف الاحمال والاعباء اللي قاعده تصير على الانديه. بالضبط. يعني معليش لو, لكن برضه يجب ان يكون برضه الجمهور ورئاسة النادي والاعضاء الشرف منطقيين. صح. حتى لو عجبك لاعب في نادي اخر لا تحاول تدفع مبلغ اكبر. نعم. لانه انت حتفتح مجال للاعبين الاخرين يطالبون بذات المبلغ. نعم. طيب في الشأن النصراوي ايضا نقول احنا يعني من استلام سلمان المالك زمام الامور في الكيان النصراوي والعمل جاري على قدم وساق وسط متابعة مستمرة لأدق التفاصيل والملفات اللي نعتبرها شائكة. نادي النصر يستعد مع كل العمل الجاري على الصعيد الإداري والفني إلى الظهور بصورة مختلفة وهوية مغايرة عن يعني بداية هذا الموسم. يمر البيت النصراوي في هذه الأيام مرحلة انطلاق جديدة نتيجة للمتغيرات والتعيينات المتعددة والتي يمكن وصفها بالمرحلة الانتقالية التصحيحية. البداية كانت بتكليف سلمان المالك بمهمة رئاسة النادي قبل وقت قصير, ومنذ تلك اللحظة عاشت الجماهير النصراوية موجات التغيير والتحرك الجاد نحو تصحيح الأوضاع للعودة بفريق كرة القدم إلى مسار الانتصارات. الرئيس المكلف لم يتجه لملف مجلس الإدارة مباشرة, بل اتجه إلى ملف الأكثر سخونة وهو ملف إدارة الكرة, حيث تم تعيين سعود الحمالي في منصب المدير الرياضي التنفيذي لكرة القدم, مع إعلان عن إعادة تشكيل الأجهزة الإدارية لجميع فرق كرة القدم بالنادي. الحراك داخل البيت الأصفر صاحبه دعم ومتابعة من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ, والذي بدوره وعد المالك بالوقوف جنبا إلى جنب في مهمة تصحيح المسار, بالإضافة إلى التكفل بعقد لاعبين من الصف الأول يساهمان في تعزيز خطوط الفريق وإسعاد الجماهير النصراوية. الاستنفار داخل أروقة العالمي شهد عودة شخصية نصراوية بارزة تمثلت في عودة العضو الداعم الأمير خالد بن فهد للواجهة. إعلان المالك لهذا الخبر بث روح التفاؤل والفرح عند جماهير النادي. هذا الترحيب الكبير والاهتمام العالي كان نتيجة للمكانة التي يحتلها الأمير خالد بن فهد لديهم, بالإضافة إلى دوره المؤثر في دعم النادي بالصفقات المليونية. عاصفة التغيير ساهمت أيضاً بالتفاعل الكبير من مدرج الشمس كردة فعل في مبادرة ادعم ناديك, حيث كانت قوية وحركت الأرقام صعوداً إلى المركز الثاني بفارق قليل عن المركز الأول. وبالأمس القريب أعلن حساب نادي النصر تلقيه دعماً مالياً من عضو الشرف فهد العجلان,
قدره نصف مليون ريال. الأخبار السارة للمدرج الأصفر ما زالت تتواتر من هنا وهناك، حتى صفق الجميع احتفالاً بإتمام صفقة التعاقد مع لاعب نادي القادسية عبد الرحمن العبيد، والذي تقرر انخراطه في التمارين مع الفريق الأول بدءاً من يوم الثلاثاء. المالك منذ توليه المهمة كان يعمل على مدار الساعة وعلى كل الأصعدة لإتمام مراحل التصحيح، وذهب إلى متابعة أدق التفاصيل، موضحاً أن الانضباط سيكون شعاراً للفريق خلال الفترة القادمة. يعني أكيد إحنا شايفين حراك نصراوي، وشايفين تغييرات إدارية، شايفين التحرك أيضاً في ناحية الصفقات الأجنبية وحتى المحلية. أكيد أن النصر يعني عنده أهداف كثيرة هذا الموسم. إحنا نعرف إنه حتى وإن كان يعني الدوري صعب شوي، يعني باعتبار إنه الهلال والأهلي في الصدارة والأمور شبه يعني محسومة كتنافس بين الهلال والأهلي، وكل شيء في الكرة ممكن يصير. لكن إحنا اللي شايفينه اليوم على أرض الواقع كذا، النصر عنده هدف اللي هو كأس الملك، وكأس الملك من البطولات اللي لما تحققها ما في شك إنك تخرج بموسم إيجابي، يعني يعتبر موسم مميز بالنسبة لك لما في ظل هذه الظروف وتطلع ببطولة غالية مثل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك. خليني أبدأ من عندك عبد الله فلاتة، إيش اللي تغير شايفه في النصر يعني خلال الأيام الماضية أو منذ تولي سلمان المالك زمام الأمور؟ شايف حراك، شايف عمل زي النصر قبل ثلاثة مواسم لما حقق بطولة الدوري وعاد تحقيقها. لما كان معانا الأستاذ سلمان المالك هنا قبل أسبوعين الظاهر أول ما تولى المهمة، أنا كان حديثي كله على أنه هل في فلوس وصفقات النصر حيرجع. واضح أنه في صفقات، شفنا صفقة العبيد والآن شايفين الصفقة، يمكن لاعب المواليد الأغلى كان من نصيب نادي النصر، دفع في اللاعب 500,000. بس أنا مستغرب ظهير أيمن، ودحين ظهير أيمن وعماني يعني نفس الخانة أصبح فيها شبه بتكدس من اللاعبين. مش مهم، المهم أنه النصر فيه عمل، في عودة لأعضاء الشرف، عضو الشرف الداعم، عضو الشرف البارز اللي حيحقق شيء كثير للنصر من خلال الصفقات ومن خلال التعاقدات. النصر الأمور فيه يعني صراحة مؤشرها إيجابي، هذا لا يبخس إطلاقاً عمل الإدارة السابقة ونجاحاتها السابقة، لكن إحنا شايفين حراك حالياً يعيد نجاحات النصر قبل ثلاثة مواسم، والجماهير النصراوية تواقة ومتعطشة، وإحنا شفنا تفاعلها السريع مع حملة دعم ناديك. صحيح. كل الأمور في النصر مؤشراتها إيجابية، بقي ما نتابع على أرض الملعب، وأتمنى أن يتخلص النصر من تذبذب المستويات وإضاعة النقط أمام الفرق متوسطة المستوى. صحيح. طيب وعبد العزيز، بس في البداية خلينا أشكر البندر والشباب اللي عملوا على التقرير، تقرير صراحة شامل، تقرير غطى أغلب الجوانب الموضوع اللي صحيح. مطروح وهو احنا اعتدنا بصراحة من التقرير اللي يسوونه الشباب عندكم دائما. بالنسبة للنصر، سلمان الملك يعمل على مدار الساعة زي ما قال التقرير بالضبط، في كل الجوانب والمجالات، بحيث أنه في عندك قضايا يجب أن تحل وشغال يعمل على حلها، جلب لاعبين، إعادة الانضباط اللي فقدناه كثير في نادي النصر بالذات خلال الموسم هذا، وجود سعود الحمالي هيعيد ترتيب الشأن الإداري في نادي النصر. نتكلم على كفريق كرة قدم، النصر يحتاج فعلا إلى مدير كرة ذو خبرة محنك يعرف كيف، وذو شخصية قوية يعرف كيف يعيد الانضباط مرة ثانية في لاعبين نادي النصر. المشكلة أنه احنا شفنا كثير من اللاعبين طلعوا من النصر، لكن وجود سعود الحمالي والكلام اللي قاله سلمان المالك نتمنى نحن نشوفه على أرض الواقع، بأنه البقاء لمن يخدم الشعار، البقاء للانضباط، البقاء لمن يعطي المبادئ. شوف مهما كنت أنت نجم ما تعطيني في الملعب أنا ما استفيد منك. كلام صراحة. اثنين أعضاء الشرف وكلامهم ووعودهم لسلمان المالك جميلة ونشكرون عليها، ولكن يجب أن نراها في أرض الواقع. احنا سمعناها في اجتماعات سابقة مع إدارة سابقة، ولكن على أرض الواقع ما شفناها. الآن يجب كما جمهور النصر يدعم النادي، أنتم كأعضاء الشرف أن تقومون بواجبكم وتدعمون هذه الإدارة وتهيئولها الجو أنها تنجح. نعم. الهيئة ما قصرت، قاعد تدعم، ولكن برضو في واجب على أعضاء الشرف، قالها تقلناها حتى على الطاولة ذي وقالها معالي المستشار. أعضاء الشرف ممكن يرجعون اليوم في ظل يعني أعضاء الشرف لما يشوفون أنه في عمل فعلا مختلف
اعتقد حيرجعون يرجعون يدعمون ها ما عاد لهم عذر الا اذا كان اعذارهم واهيه هي لكن انا اعتقد رجالات النصر قد كلامهم انهم فعلا كما وعدوا الاستاذ سلمان انهم حيرجعون يدعمون نادي النصر. النصر ما زال يحتاج الى وقفات من رجاله، يحتاج الى حل كثير من الامور. لاعبين نرجع زي ما قال ابو احمد، لاعبين النصر يجب ان يترجموا العمل اللي تقوم فيه الاداره في ارض الملعب. اللي قاعدين نشوفه احنا مو هذا مستوى يليق بنادي النصر. نعم. ولا فريق نادي النصر. طيب منتخبنا ايضا الاولمبي يواجه اليوم المنتخب الماليزي في ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة. الأخضر يحتاج الفوز للتأهل للأدوار المتقدمة في البطولة دون النظر لنتائج الفرق الأخرى. يختتم منتخبون الأولمبي غدا دور المجموعات ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً عندما يلاقي المنتخب الماليزي. ويدخل منتخبنا السعودي اللقاء وهو في المركز الثالث بنقطتين متساوية مع المنتخب الأردني بالنقاط وبفارق الأهداف بينهما، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الأول بأربعة نقاط. منتخبنا الأولمبي يحتاج الفوز في لقاء الغد حتى يضمن التأهل للأدوار المتقدمة دون النظر لنتائج الفرق الأخرى. الأخضر لم يستطع الفوز في أي من مبارياته في المجموعة، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام المنتخب الأردني بهدفين لمثلهما، وتعادل مرة أخرى مع المنتخب العراقي بنتيجة سلبية. لقاء أخير في انتظار منتخبنا الأولمبي ليس بالصعب نظراً لأنه يواجه صاحب المركز الأخير في المجموعة. فهل يستطيع الأخضر الأولمبي الانتصار والصعود للأدوار المتقدمة، أم أن لقاء الغد سيكون الختامي في المشاركة الآسيوية؟ طيب خلينا نبدأ من عندك عبد الله فلاتة. بكرة إحنا بحاجة الفوز في المباراة قدام المنتخب الماليزي علشان ما ننظر لأي نتائج ثانية في هذه المجموعة. بالتأكيد، وإحنا شوف لا نوقع إنه المنتخب الماليزي ضعيف وسهل وأضعف، ما تعادل مع المنتخب الأردني، وإحنا تعادلنا مع المنتخب الأردني، صح تابعناه خسر من العراق بالأربعة ثم تعادل المنتخب الأردني. يجب إن المنتخب يلعب بتقله، يقدم مباراة هي مباراة مصيرية ومباراة حاسمة. صراحة المنتخب خلال مباراتين الماضيتين منتخب جيد قادر على تحقيق الفوز. الجدية مطلوبة في هذه المباراة، والفوز بمشيئة الله حليفنا من خلال أداء جاد واستثمار الفرص المتاحة واحترام الفريق المقابل دون أي مبالغة. طيب عبد العزيز، شوف اعتقد انه منتخبنا قادر باذن الله بكره للفوز على الفريق الماليزي نظرا للفارق الامكانيات والقدرات اللي لدى لاعبينا. نحتاج فقط التوفيق قدام المرمى، احنا كثير الاهداف قاعد تضيع علينا خلال المباراتين اللي فاتت. ان شاء الله بكره يترجمونها الشباب بجهودهم الى الفوز. زي ما قال ابو احمد، يجب احترام الخصم مهما كان. الفريق الماليزي فريق متطور، صحيح انه ما فارق امكانيات بيننا وبينهم، لكن كره القدم دائما تخدم اللي يخدمها وما تخدم اللي تعالى عليها. النقطه المهمه اللي انا ودي حتى باذن الله لو فزنا بكره ما في داعي ان احنا نحمل الفريق عبء كما حملنا الفريق اللي كان في بطوله الخليج. صحيح، احنا نمشي خطوه خطوه. البطوله ما تحسم الا في المباراه النهائيه لما تفوز فيها. ما نبغى نزيد السقف ونحمل الشباب حمل اكبر من المحتمل، ولكن نمشي معهم خطوه خطوه باذن الله فالهم الفوز باذن الله. باذن الله ان شاء الله ثقتنا كبيره بكره في نجوم المنتخب الشاب، تجاوز المنتخب الماليزي والتاهل. وبصراحه احنا شفنا المباريات الماضيه، يعني كان منتخبنا ما هو منتخب يعني ضعيف للامانه. صحيح. منتخب ممتاز ويقدر ان شاء الله يتاهل ويحقق نتائج اكثر من رائعه وايجابيه في هذه البطوله. طيب وصلنا للنهايه، بس قبل ما اختم في واحد سالني يقول لي خالد الغانم ممكن نشوفه في العمل داخل النادي، يعني لو عرض عليك سلمان المالك انك تشتغل في المركز الاعلامي متحدث رسمي ممكن نشوف خالد الغانم؟ في ناس منهم اكفى مني موجودين في النادي، يعني ما راح تقبل؟ ها لا لا انا اقول لو عرض عليك راح تقبل ولا لا؟ لو عرض علي ايوه ممكن، ما ادري على حسب العمل. ها يا ابو احمد كيف يشتغل في النصر ولا لا خالد الغانم؟ والله انا لو تسالني انا أيوه. اتمنى كده يكون خارج الانديه يقول اراءه. خليه اعلامي. ايوه خليه اعلامي. لا ارتباط معنا هو اعلامي، اعلامي الصراحه ايجابي من الاعلاميين الايجابيين في الرياضه السعوديه. الله يعزك. لا ارتباطك مع الانديه بصراحه يحجم كثير من عملك. عملنا احنا كاعلاميين
لما تكون في النادي فتكون انت محسوب كل كلمه تقولها ما في شك محسوب على النادي. فزي ما قال ابو احمد خليك انت راقب بعيد أنا ولا كفى هو اللي قاعد يدير النادي الان. انا بالنسبه على المستوى الشخصي اتمنى خالد الغالي يجلس هنا في طاوله المنتصف الله يعزك لا يروح لنادي النصر ولا يروح شيء خلوه معانا ها الله يعزك حبيبي. شكرا لك يا ابو عبد العزيز شرفنا بحضورك اليوم. انا اللي اشكرك تتحل لي الفرصه دائما التقي مع القامات الاعلاميه الكبيره. الله يعطيك العافيه احنا تشرفنا فيك. شكرا ايضا عبد الله فلاته. شكرا يا ابو احمد. أشكرك وسعيد بالحلقة إن شاء الله. وأختم بس أشيد بإدارة المبادرات في نادي الاتحاد اللي عادت وهج جميل في نادي الاتحاد إدارة الأخ العزيز حمد الصناعي. طيب شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في برنامج المنتصف مع زميلنا مسفر القرشي. مثل العادة إحنا نقول في الشارع ما تستحق منكم المتابعة. تصبحون على خير.